في ختامية احتفالية أشندة في مدينة مغلة مساء أمس هنّ رئيس الإدارة المؤقتة لإقليم تقراي جيتاتشو ردة فتيات ونساء أشندة على احتفالهن بعيدهن السنوي بعد ثلاثة سنوات من المعاناة المروعة والأوضاع المؤلمة عمد <applause> زقاي سلام وشدد الرئيس على التضحيه التي اظهرتها نساء تقراي خلال الايام المظلمه مذكرا بان العديد من الاشخاص الاخرين الذين احتفلوا باشندا منذ سنوات مضت دفعوا ارواحهم التي لا تقدر بثمن مما مهد الطريق للاخرين للبقاء على قيد الحياه أبزي أو كرمنا زلخن قول عشان دا زحالة فقلت سلسة عبيتي مسواتات غفيل غن كدم عامت عمت أبزي مدرخ زيز رأناين قناجو قلين تقاري لن تسوين قلين خفيلن لعله غلوغن بصنعات تقاليسن ولا مسخل مكرانا ولا مسخل سقاينا قانزانا وذكر الرئيس أن شفاء النساء هو أول أمر عمل لإدارته وأشار على أنه لا يوجد جدول أعمال يمكن أن يسبق شفاء المرأة كم قيزيو من محدار تقرأي لعل حويت دكا نسيو لعلى حويت هزبنا نسرعو زغون يخون أجندا كل يغلل وقال الرئيس أيضا أن إدارته ستعمل أيضا على الحفاظ على السلام والعمل من أجل مستقبل أفضل وإعادة النازحين إلى ديارهم وتحرير أولئك الذين يقبعون في أيادي المحتلين حزون نعم ربطان خمال لسنا تقبهم أو حسوم سقعين مكران زلو زيقاتاتنا نعم ربطان زمال أو تحتي حماق مقزات وغينام زساقين زلو زيقاتاتنا نعم استمال أسلام كمال لسنا زخول الاسرح نسرح